دعوتي، انا النهارده فرحت لاني تعرفت على معنى الخير الواعي، وتذكرت من التاريخ اللي انا قريته نهضة محمد علي عندما بدأ يرسل البعثات المحددة لدراسة شيء محدد والرجوع بالعلم لمصر للعمل به. أنا شايفة في الطلبة شيء مهم جدا. كل الناس بتسافر ولادها للخارج بتدرس، وممكن أن تفقد هويتها وأن يأخذها بريق الحضارة فتعود متأففة من بلادها لا ترى فيها إلا العيوب. إنما أنا شفت هنا المنحة والاغتراب والتعليم وقوة الانتماء. الحقيقة شيء أنا أفخر به. أنا ما كنتش أتخيل إن مؤسسة مصر الخير تنتج هذا الجيل المتعلم المرتد إلى بلده بهذا السلاح، والحابب لكلمة مصر في كل ما يقولون الحقيقة. شيء أنا فخورة به جدا، وفخورة إن أنا شاهدت معاكم النهاردة، وفخورة إن أنا تشرفت وسلمت يوم على فضيلة الدكتور علي جمعة. المستنيرة والشخصية الوطنية حتى النخاع. أشكركم.